مرحبا معلم. اهلا ابو عزيز. بدل احسن فيه رؤ رؤيا مخزون. شو قلت لي اسم المحلون؟ مياه العبير ولا مياه الم... لا تحكي هذا الماي بالشريه من عندك؟ ايه خير خير يا طلع لي بالماي، طلع فيها مزبوط. لا تشوف قديش فيها بلعيط ولا تشوف فيها رواسب كلسيه. كلهم ملعوطتين. هلا تاني شغله يا ابو هي مش رواسب كلسيه، هي عاطيه على لون هيك لانه ميتي قد ما نضيفه عاطيه على بيضه. بدي طعميك الب... وطلع فيها مزبوط مع اساس انت ميتك مرقعه للمفلتره وعلى اساس مرقعه لجان التكرير يا خنزير. عزيز علميا اثبت انه المي النظيفه بتعمل نفخه. اه فنحن نترك شويه بلعت وجراثيم بالمي لحتى تعطي مناعه قويه للجسم. ايه اهم مي هي. هي من منطقه النعوره من نبع السنيور. سنيور يا لا في ولاد صغار عم يشربوا منها هالمي ولا خافوا الله. العالم عم تشربوا مبسوطه يلي شكلك مثل الش. لك هلا بدي دوقك مي بحياتك مش دايق منها، ما في انقى منها. وهيدي مش بس بتعطيك مناعه، لا هيدي بدها توقف لك شعرات راسك. قلت لي منين هيدي المي جايبها؟ من اي منطقه؟ منطقه النقوره. اه نقوره. لك هلا بدك تدوق مي من نبع الفنتوره. بعيد هالنبع؟ لا قريب كثير. يا حب وجهك دغري فش اختار بس اطلع مال وعزيزه. واسمي ابو عزيز وبغني على النوتة.